ساكنة إقليم الندور وكل الفعاليات المدنية والسياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية. نرحب بالضيوف الكرام بقافلة المواطنة في المدينة وكل المدن وكل على أمل إن شاء الله أن تقطع أصوات مهمة كذلك. رسالة وطنية كبيرة من خلال قافلة المواطنة إلى كل أصدقاء المغرب الحبيب، ألف تحية ألف تقدير، شكرا لكل الدول الحاضرة والمشاركة ضمن قافلة المواطنة. فرنسا، إسبانيا، كندا، كوريا الجنوبية وضيفة الشرف فلسطين الحبيبة من مدينة الناظور، للشعب المغربي ألف تحية ألف تقدير وشموخ إلى الشعب الفلسطيني العزيز، الشعب الفلسطيني الصامد والمجاهد. إذن باسمكم جميعا حضرات السيدات والسادة، نتابع اللحظة على شرف الحضور. عروض لجمعية عثمان للرياضات بالناظور، لكل من الكيك بوكسينج والملاكمة والقوة البدنية أيضا، بحضور البطل حميد بعراب المنتمي لجمعية عثمان للرياضات، بطل المغرب في الفول كونتاكت، بطل المغرب في الكيك بوكسينج، وبطل المغرب. وهو الشكر لكل المساهمين من قريب أو بعيد في هذا الحفل البهيج، وأيضا في سهرة المواطنة التي ستنطلق بعد قليل أيضا. إذن سيغناد سامبو رئيس جمعية شرق الثقافات نيابة عن الفعاليات والمكونات المدنية، فرجة ممتعة للجميع. كلمة للزميل سيغناد سامبو، مشكور. الأفضل في هذا الحدث الجميل، هذا الحدث الذي في طبيعة الحال يتجاوز الرياضي بما هو كثير، هذا الحدث الذي يحمل دلالات الوطنية ويحمل رموز حب الوطن، وطبعا وكيف لا، والحديث يقول بأن حب الأوطان من القيم. وحتى أكون ناقلا للخبر ورسالة